السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بونتك. طيب احنا في الفترة الأخيرة جبت 100,000 مشاهدة، 100,000 مشاهدة على فيديو من الفيديوهات. طيب ليه الفيديو ده جاب 100,000 مشاهدة؟ وازاي تعرف تعمل فيديوهات تجيب 100,000 مشاهدة أو تعدي 100,000 مشاهدة؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة، ولكن اللي أنا هقوله ده ما اتقالش كتير، أو ممكن يكون اتقال ولكن مش كتير، وغير إن هو ما اتقالش كتير دي أسرار، أسرار شغل، يعني لازم نوطي صوتنا. خليها كمل. أول حاجة يوتيوب، ايه اللي يخلي الفيديو بينتشر على يوتيوب؟ ايه اللي بيخلي الفيديو يتشاف اكتر على يوتيوب، يتصدر محركات البحث؟ ايه اللي بيخلي الفيديو يتصدر كلمات ربح، سوري، كلمات كيوردز معينه؟ الموضوع ده مش سهل، الموضوع ده مش سهل خالص، ولكن النهارده انا هجيب لك الخلاصه وليه الفيديو بتاعي جاب 100,000 مشاهده وعدى، وليه متصدر حاليا ربح من الانترنت، وليه الفيديو ده حلو. في 3 اسرار في يوتيوب عشان تقدر انك تتصدر محركات البحث والفيديو بتاعك يجيب مشاهدات كتير، واللي انا هقوله النهارده زي ما قلت قبل كده ما تقلش كتير، فركز معايا قوي وخد بالك ان دي حاجه هتعلي جدا من مستوى قناتك وهتعلي جدا من فيديوهاتك، وده اللي خلاني بالفتره اللي فاتت ما نزلش فيديوهات كتير والشغل ده، ولكن النهارده هنشرح لك كل ده ماشي ازاي واحاول اخلص الموضوع ده بسرعه. اول حاجه هي استهداف جمهورك الاكبر. يعني ايه؟ يعني مثلا هعمل فيديو انا مثلا، وليكن ده طبعا بيختلف عن قناه لقناه، وليكن انا قناتي بتتكلم عن اكتر من مجال، من اكبرهم مجال الربح من الانترنت، فبالتالي انا لما عملت فيديو جاب مشاهدات كتير، وكل فيديوهات اللي بتجيب مشاهدات كتير كلها ليها علاقه بالربح من الانترنت، فبالتالي لما هاجي اعمل فيديو اكون عايز اجيب فيه مشاهدات كتير، يبقى لازم استهدف الربح من الانترنت واعمل فيديو عن الربح من الانترنت. انت مثلا ده قناتك كوميديه، فبالتالي انت مجالك كوميدي واحد بس. لو مثلا بتعمل سكتشات كوميديه، بتعمل فيديوهات عاديه، كلام مش عارف ايه، حاجات رياكشن مثلا او حاجات زي كده، كل الكلام ده شوف ايه الافضل فيهم بالنسبه للناس واكتر حاجه بتجيب مشاهدات وحاول انك تعملها. حتى لو ما بتجيبش مشاهدات كتير، لو انت مثلا وليكن طبقها على قناه صغيره، لو انت مثلا قناه 10,000 مشترك، فيديو رياكشن بيجيب عندك 5,000 مشاهده. عارف يعني ايه 5,000 مشاهده؟ 5,000 مشاهده معناها ان انت بتوصل ل 50% من متابعينك، بتوصل لاكتر، على الاقل اكتر من 40% من متابعينك في الفيديو، وده حاجه ممتازه جدا وده هنتكلم عليه دلوقتي. تمام، يبقى انت كده استهداف جمهورك بيبقى بنسبه كبيره، على الاقل 40-50%، ده كويس جدا. لكن مثلا واحد عنده 1,000,000 مشترك بيتكلم في 50 مجال، قناة زي قناة المحترف مثلا بتتكلم في 50 مجال مثلا، وليكن مثلا مجال الربح من الانترنت عند المحترف بيوصل ل 30-40% من 1,000,000 مشترك اللي عنده، ولا كام مليون، المهم يعني بتجيب مشاهدات كتيرة جدا، فيديوهات الربح من الانترنت بتجيب مشاهدات كتير، فبالتالي المحترف لما يجي يعمل فيديو عايز يجيب فيه مشاهدات كتير هيعمل فيديو عن الربح من الانترنت. ده يعني حاجة تقليدية جدا وحاجة عادية جدا وحاجة يعني المفروض كلنا ناخد بالنا قوي من الحتة دي. لو انت قناتك بتتكلم عن اكتر مجال واتكلمت عن ده قبل كده في مقارنة بين قناة المحترف وقناة محمد خالد، يبقى لازم تعمل فيديو تستهدف فيه جمهورك الاكبر، الفئة الاكبر من جمهورك، الفئة يعني تعمل فيديو الناس تكون حابة تتفرج عليه، اللي هو الفئة الاكبر من جمهورك تحب تخش على الفيديو اول ما ينزل. بس اتمنى اكون وضحتها لك دي. خد بالك كده، تاني حاجه هي مده الفيديو. يعني ايه مده الفيديو؟ مده الفيديو دي من اهم اسرار اليوتيوب. انا بقول عليها اسرار، ايوه مده الفيديو فعلا من اكتر الحاجات السحريه في يوتيوب. طب تعرف اقول لك حاجه، مده الفيديو بتتحكم في ارباح اليوتيوب، غير انك بتحط اعلانات، لا مده الفيديو بتتحكم في ارباح اليوتيوب بجد، غير انك تحط كذا اعلان. تاني حاجه مده الفيديو بتتحكم في ان الفيديو يتصدر محركات البحث. تالت حاجة مدة الفيديو، وأكتر حاجة مهمة لو كانت قصيرة بتخلي الناس تشوف الفيديو بنسبة 100%. يعني ايه؟ هوضحها لك. لو جينا مثلا نقارن بين الفيديو بتاعي اللي جاب 100,000 مشاهدة والفيديو التاني اللي هو أهم كتير من الفيديو اللي جاب 100,000 مشاهدة، الفيديو التاني اللي هو جاب 16,000 أو 17,000، الاتنين دول لو جينا نقارنهم ببعض، ده فيديو أنا اتكلمت فيه وشوقت الناس وما قلتش فيه أي معلومة مفيدة، فيديو جاب 100,000 مشاهدة ما قلتش معلومات مفيدة، ولكن الفيديو اللي أنا قلت فيه التفاصيل وقلت فيه المعلومات المفيدة كلها جاب 16,000 17,000 هيخش على 20,000. تمام؟ جاب مشاهدات كويسة، ولكن ده جاب 100,000 مشاهدة. الفرق فيهم لأن الناس وصلت للفيديو لحد 100% منه، الناس شافت 100% من الفيديو بتاعي، فبالتالي الفيديو تصدر محركات البحث. اما الفيديو الثاني الناس شافت منه مثلا ممكن هو 17 دقيقه ولا كام، مش عارف ربع ساعه، الناس ممكن تكون شافت 50% بس، 30%، 20%، 40%، 60% وقفت. ده بيخلي بس يوتيوب يقول لك يا جماعه الفيديو ده ناس كتير بتشوفه، بتشوفه للاخر، بتشوف 100% من الفيديو، فبالتالي الفيديو ده لازم يتصدر محركات البحث، الفيديو ده لازم يعلى ويروح ريكومندد، الفيديو ده لازم يتشاف، لازم يجيب مشاهدات. ده كلام صح، ده كلام حقيقي، ده كلام بيحصل. تمام، يعني ما تقولش بقى ده بيهري ده بيتكلم وخلاص، الكلام ده حقيقي ومثبوت،
مدة الفيديو مهمة جدا، طول ما الفيديو قصير قصر فيديوهاتك على قد ما تقدر، طول ما الفيديو قصير طول ما الناس كتير هتشوفه، طول ما الناس هتشوفه للآخر، طول ما هو هيعلى وهيوصل لمحركات البحث تمام. بس دي مهمة جدا واهم تقريبا سر في اسرار اليوتيوب هو مدة الفيديو تمام. اما حتة الفيديو اتحكم في الارباح دي موجودة وكذا حد اثبتها قبل كده، ولكن مش موضوعنا دلوقتي، يعني بنتكلم عن المشاهدات. تالت حاجة ودي برضو مهمة جدا وخط تحتيها 100 خط، اعمل فيديو حلو بجد، اعمل فيديو حلو. اللي هو مثلا لو انت شفت الفيديو ده وقارنته بفيديوهات تانية، او على الاقل لو شفت الفيديو ده وقارنته بالفيديو التاني اللي جاب 17000 ولا 20000، هتلاقي ان الفيديو ده حلو. ده تقليدي، ده عادي، ده من اللي انا بعملهم دايما، انت فاهمني؟ ده حاجه مختلفه وجاب 100000 مشاهده. دي الفكره، اعمل فيديو مختلف، فيديو حلو بجد والله. انا الناس اللي بتجيب مشاهدات كتير، الناس اللي بتعمل فيديوهات مثلا فيديو كل اسبوعين، الناس دي بتعمل فيديوهات حلوه، فيديو متفكر فيه كويس، فيديو مدروس كويس. فبالتالي لما بيعمل الفيديو ده بيجيب 100000 و200000 و300000 حتى لو ما عندوش مشتركين، ولكن هو تعبان في الفيديو، عامل فيديو حلو. الفيديو ده جه معايا صدفه، انا ما كنت برضو بعمل فيديوهات كتير ورا بعض وبتاع، وجه معايا صدفه. الفيديو ده كنت برضو مجهز له برضو يعني تقليدي، ولكن لما تعمل فيديو مختلف حتى لو اختلاف بسيط بيجيب مشاهدات وبتمشي والناس بتحب ده. دي الفكره كلها، اعمل فيديو حلو بس كده. اتمنى اكون وصلت لك اللي انا عايز اوصله لك النهارده. اتمنى بجد تكون فهمت ان الثلاث حاجات دول هم اهم ثلاث حاجات تقريبا في يوتيوب. لا اتكلمت عن كيوردز، ولا اتكلمت عن عنوان، ولا اتكلمت عن طبعا العنوان والكيوردز والوصف والصوره المصغره، كل دي حاجات اضافيه مهمه جدا، ولكن برضو اهم حاجه هي المحتوى بتاعك، الفيديو يكون حلو. اهم حاجه مده الفيديو، الناس عشان ما تملش، ويكون طريقتك تكون مميزه، تكون طريقتك تكون حلوه، وده حاجه فيك انت، ولكن حتى طريقتك مش مميزه حاول تخلي الفيديو قصير. تالت حاجه طبعا وهي انك تستهدف جمهورك الاكبر، الفئه الاكبر من جمهورك انت لازم تستهدفها بفيديو عشان تجيب مشاهدات كتير. بس كده، اتمنى اكون وضحت لك الموضوع كله دلوقتي، واتمنى يكون الفيديو ده خفيف على قلبكم، ويكون كده يعني حلقتنا خلصت. بس كده، شكرا جدا لك على مشاهده الفيديو للاخر. اتمنى كل اعمل لايك، اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه كنت ما تشوفني. وبس كده، شكرا جدا لك على مشاهده الفيديو للاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.